بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هناخد الفصل الحادي عشر شعب مصر والعدوان الثلاثي. هنعرف العدوان الثلاثي جه لمصر ازاي وازاي الشعب المصري كافحه ونماذج مشرفة للمكافحين عن مصر. ملخص الفصل: تم تأمين قناة السويس، كان لها اثر كبير جدا في مصر وفي اوروبا. في مصر عمت البهجة كل مكان طبعا عشان الاسترداد القناة اللي هم حفروها وتعبوا فيها، وفي أوروبا كان الحال عكس كده، فخيم الحزن على كل ركن في أوروبا وغابت الابتسامة عن كل وجه. كانوا متضايقين إن مصر استردت قناة السويس وأممتها، ولكن طبعا اللي كان أمم قناة السويس هو جمال عبد الناصر زعيم الثورة. وطبعا السياسة في أوروبا تأمروا لإعادة القناة إليهم عشان القناة كانوا محتلينها. فمصر لما استقلت تم تأميمها، فالسياسة طبعا اتضايقوا في أوروبا وتأمروا عشان يرجعوا القناة، ولكن المنطق بتاع مصر كان أقوى منهم وانتصروا عليهم في الرأي. بعد كده بقى لجأوا إلى منطق القوة عشان ما يقدروش ينتصروا عليهم في المنطق، فثلاث دول جت تغزو مصر هي فرنسا وبريطانيا وإسرائيل أو اليهود. الشعب المصري دفع دفاع رائع جدا عن بلده، وأباد جنود المظلات وقضى على 3 فرق كاملة من جيش العدو، وظهرت نماذج رائعة لبطولات الشعب المصري وإزاي صدوا هجمات العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي اسمه عدوان ثلاثي لأنه 3 دول غارت على مصر. هنشوف دلوقتي نماذج رائعة لبطولات الشعب المصري. أولا الشاويش محمد. الشاويش محمد عندما جاء العدوان الثلاثي كان في أجازة بين أهله وقومه، وبمجرد أن سمع أن العدوان بيشتبك العدوان اليهود كانوا بيشتبكوا مع الكتيبة بتاعته، ذهب مسرعا إلى فصيلته في قطاع فلسطين عشان يؤدي الواجب بتاعه. بعد ما وصل للمكان أو مكان القتال، لقى إن الجنود بتاعته مستنيينه ومنتظرين توجيهاته وتعليماته، وكانت التبة بتاعتهم اللي هي 183 اللي هي المكان مرتفع على الأرض، المكان ده اللي كان المقر بتاعهم، كانوا بيشتبكوا فيه مع العدو وكانوا تحت وابل من طلقات مدافع العدو، واضطرت كانت تلقي عليهم منشورات للاستسلام. كان شاويش محمد أخذ يروح وياخده بين جنوده عشان يبث فيهم روحه وثباته وجرأته، وكان بيساعدهم على اختيار الأماكن المناسبة. كان بيلتمس شيء يبعث فيهم الأمل عشان عاوز يزود الامل في الجنود بتوعهم. فجت حلقت قاذفه القنابل فوقهم في المكان اللي هم كانوا بيحاربوا فيه واقتربت منه. جندي من الجنود اسمه جندي صالح اطلق عليها مدفعه البلانست، فقاذفه القنابل دي طياره سقطت من فوقهم، وبمجرد ان سقطت هتف الجنود الله اكبر، وده كان تحفيز ليهم وبس فيهم الامل عشان يكملوا القتال، والجنود كانوا ثابتين في اماكنهم. منتصف الليل لاحت عن بعد سيارات العدو، ظهرت سيارات العدو المصفحه في طريقها الى الموقع بتاعهم، ولكن الشاويش محمد اصدر اوامره للجنود بتاعته ان هم يثبتوا ويكفوا عن اطلاق النيران. وعندما تقدمت المصفحات اصبحت على بعد بضعه امتار من التبه بتاعتهم. بمجرد ان قربوا ان اقتربت المصفحات أصدر الشاويش محمد أمره بالضرب، وبالفعل تم إشعال النيران في سيارتين وانسحاب الباقي. بعد كده جه موكب جديد من مصفحات العدو أكبر من الأول عشان ينتقموا يعني ويستولوا على الكتيبة، لأنهم رفضوا الاستسلام. فعل فيهم الشاويش محمد والكتيبة بتاعته فعل فيهم زي ما عملوا مع الموكب اللي قبله. استمر الاشتباك اكتر من ساعتين، وبعد كده العدو انسحب تاني وترك جنوده ومصفحاته، ومع الفجر بدأت معركة جديدة ما انتهتش الا 7 صباحا. وبعد كده العدو انسحب، وبعد كده خسائر العدو قعدت تكتر. والشاويش محمد لما جه بيحصي الخسائر بتاعته ما لقاش لقى ان هو لم يخسر جنديا واحدا، والعدو خسر 12 مصفحة و200 قتيل. وبعد كده تم ترقية الشاويش محمد إلى رتبة ملازم تاني عشان شجاعته. هنيجي للقصة التانية وهي قصة الفدائيات الأربعة. لما جه الإنجليز على مكتب البرق عشان يقطعوا الاتصال بين القاهرة وبورسعيد،
الفتيات الاربع اللي هم كانوا موجودين في المكتب ده اصروا ان هم لا يستسلموا مهما كان الثمن، والانجليز اطلقوا مدافعهم الرشاشه على المكتب، فالفتيات الاربعه ردوا باطلاق برضو المدافع الرشاشه عليه. اكبر شباب المقاومه لقوا الضرب شغال فجم عشان يساعدوا الفتيات، فازدادوا حماسه والانجليز ما عرفوش يعملوا حاجه، فلجأوا الى الخديعه. ايه الخديعه اللي هم عملوها؟ ذهبوا الى مكتب البرق ورفعوا الرايه البيضاء عشان يوهموا شباب المقاومه، يوهموهم ان الفتيات استسلموا. فبعد كده بالفعل افتكروا كده فعلا. بعد كده واحده من الفتيات انتبهت للحيله دي، فبعد كده قعدوا يطلقوا الرصاص على الاعداء، فعرف رجال المقاومه ان هم فعلا ما استسلموش وكملوا وقعدوا يضربوا من جديد حتى صدرت الاوامر بوقف اطلاق النار بين الطرفين، وما عرفوش يعملوا اللي هم عاوزينه. بعد كده جلال دسوقي وعلي صالح دول في الجيش البحري، اولهما اللي هو جلال دسوقي خرج في زورق بيتبعوا زورقان تاني اخريان حتى وصل الى سفن العدو المحتشده امام بحيره البرولوس، واختار اقوى الترادات وسدد، كانت تراده فرنسيه، وسدد نحوها توربيد. التراد يعني سفينه، والتوربيد اللي هو الصاروخ اللي بيضربه على السفينه. وجه واحد تاني اسمه علي صالح برضو عمل زي ما عمل جلال الدسوقي ودمر مدمره ثانيه بعد ما اطلق عليها توربيد. بعد كده وهم راجعين، هم كان معاهم ناس يعني تبعهم في الزوارق بتاعتهم، لقوا طيار سرب من الطيارات فوقيهم من طائرات العدو، وقعدوا يحاربوهم ورفضوا ان هم يستسلموا. وبعد كده الطائرات قعدت تطلق عليهم قنابل من فوق حتى ماتوا واستشهدوا، استشهد جلال الدسوقي وعلي صالح وكان ومن معهما بعد ان دمروا سفينتين او مدمرتين. هنشوف بقى قصة جواد حسني. جواد حسني ده طالب بكلية الحقوق، خرج من الكتيبة بتاعته وراح كتيبة في مقر كتيبة فرنسية واخذ يطلق النار بمفرده على الكتيبة دي، فالكتيبة ظنت ان هي كتيبة تانية جاية تضرب عليهم. فبعد كده راحوا يشوفوا مين اللي بيضرب عليهم ده، فلقوا واحد بس، فتعجبوا ان هو واحد بس بيضرب النار دي كلها، ونشر الذعر ما بينهم وقتل الناس منه، فاطلقوا عليه نيرانهم وضربوه حتى اغمي عليه. اغمي عليه من فترة ما نزفت جراحه، واخدوه عندهم وودوه المستشفى. هم كانوا عاوزين يعرفوا منه اسرار حربية والفدائيين بيستخبوا فين وكده، فقعدوا يعذبوه ولكنه رفض ان يبوح باسرار بلاده. كانوا بيعذبوه بايه الاول؟ كانوا بيعذبوه بالحرق باعقاب السجائر والوخز بالسنك والربط بالحبال والكي بالنار، ولكنه برضك لم يتكلم ولم يبوح باسرار بلاده، وكتب قصته على الحائط بالدماء من جراء الجراح التي نزفها. وتم وبعد كده بعد ما يأس الانجليز ان هو يبوح بالاسرار قتلوه وتم استشهاده. ده كان نموذج للكفاح بتاع المصريين ضد العدوان الثلاثي، ان هم رفضوا يستسلموا ضد العدوان وحاربوا ببساله وبشجاعه. كتلي قال ايه؟ قال ساضرب مصر بلا هواده او شفقه حتى تقع الذليله وتقلع عن كبريائها. فلم يجني شيئا طبعا، وكتلي اللي هو قائد القوات البريطانيه والفرنسيه والاسرائيليه لم يجني شيئا، ولانه وجد المصريين يدافعون عن بلادهم بثبات وبشجاعه. وكتب الله لشعب مصر النصر، وتم انسحاب جيوش الاعداء وارتفع علم مصر عاليا، وتم رد العدوان الثلاثي على مصر. كده نكون وصلنا لنهايه الفصل بتاعنا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.